خذوني على المغسلة. يمين يمين. ايش بك؟ يمين يمين. هلا والله يا جماعة، كيفكم؟ ان شاء الله بخير. طبعا رجعنا لكم فيديو جديد. يا عبود مهدي. قبل لا نبلش الفيديو، خاصة عبي حمد الله يصلح عبي حمد، اقول الله يسمع الخير. لا اله الا الله. لا اله الا الله. طبعا يا جماعة مريم الداعي، طبعا معبود قال قوم صور، قلت له شو بدنا نصور؟ قالي مراغة صور. قال انا جبت لكم فكرة. قلت له تمام، ايش هي الفكرة؟ قال الفكرة كذا كذا كذا، هي لعبة. لعبة وبيها عقابات وبيها جوائز. فهمتوا علي؟ مكافأة. ايش؟ مصاري؟ لا مو مصاري، اجلات. بيها اجلات وبيها عقاب. تمام؟ ألحظ نشرح لكم اللعبة إيش هي، تمام؟ يعني ألحظ أنا أشرح لكم اللعبة ونشرح للمتابعين اللعبة. يعني شلون؟ بس أول شيء بدنا نقول للمتابعين إنه صار لنا كم يوم ما صورنا لكم، كان عندنا شوية شغل وكنا نجدد الهواية. نحن كان هوايانا هاطاي، الحمد لله رب العالمين نقلناهن إلى بورصة لهي هذا المكان، وانشغلنا وما قدرنا نصور لكم. وبي ناس الحز راح تسأل شلون يا ابو عبود نقلت. نحن من جماعة الزلزال، كل شخص معاه اذن سفر وطلع من مثلا اجى على بورصة مثلا واخذ اذن من بورصة يقدر انه ينقل هوايا الى بورصة. يا جماعة اللعبة هي كرسي الحظ، عندنا كرسي يفتل فبدنا نحط اشياء والكرسي. يا عبود ومهدي ما نقعد على الكرسي، نقعد الكرسي نحطه بنص البيت ونحط اشياء حواليه وتفتل. تمام؟ تفتل بالكرسي. وين الكرسي؟ يوديك اذا أجلة تاخذها، اذا عقاب تاخذه. يعني اذا اخذنا الاكله يعني ناكلها ونحطها على جنب. بدك تاكلها مباشر اكلها، بدك تحطها على جنب تحطها بعد الفيديو تاكلها. تمام. على كيفك. تمام؟ انت وحظك. بس مريم ما راح تلعب معانا، مريم راح تقعدين وتكونين من الناس المشاهده. يعني هي مو طويله. هي مو طويله هي. هي شلون بدنا نحطها؟ طبعا يا جماعه خليكم مع الفيديو، لا تنسونا باللايك ونحبكم، ويلا نبلش باللعبه. هذا يا عبود ومهدي راح نجيب الكرسي نحطه هنا بنص البيت ونحط حواليه اجلات، وراح احط لكم 100 ليره من حظه. اسمع، من حظه اللي راح يربح ال 100 ليره. وقف وقف. اول شيء خلينا نجيب الكرسي. هذا الكرسي يا جماعه، تعال جاي مهدي. اسمع، راح نحط الكرسي هين، شايفين يا جماعة؟ راح نحط الكرسي وبرجل الوحدة يا عبود اللي تحط رجلك هيك، تمام؟ الأكلات راح نحطها دور ما دور الكرسي. تفتل، شوف تفتل. وين يوقف الكرسي؟ مثلا إذا وقف هنا مثلا على الليمون، شايف هاي مثلا، هاي الليمونة شايفها على الطاولة. إذا وقف هيك على الليمون بدك تاكل ليمون. تمام؟ فهمتوا ايش هي اللعبة يا جماعة؟ جاهزين؟ ايه والله. خلينا نحط دور ما دور البيت، دور ما دور الكرسي الأكلات، وبعدين نبلش باللعبة. حطينا الأكلات وحطينا هاي المية جائزة، تمام؟ هين عندنا ليمون، هين عندنا مصاص، وهنا شوفوا حطينا أكلات يا جماعة دور ما دور الكرسي. كرسي كرسي. وراح نبلش باللعبة. بس أو بدك سي. حجرة ورقة ومقص. حجرة ورقة ومقص، يلا. حجرة ورقة ومقص. حجرة. حجرة ورقة ومقص. آه. مهدي. يلا العب انت وياه. مهدي. ها؟ العب انت ومهدي. شلون يعني؟ العب انت ومهدي. حجرة ورقة ومقص. خلاص عبودة. يلا روح يا عبودة. جاهز؟ نحن بدنا نفتلك. اقعد زين. ارجع رجلك بدك تخليها هيك، تمام؟ اذا واحنا فاتلينك ووقفت مثلا هين تاكل هاي تاخذها، تمام؟ جاهز؟ واحد اثنين ثلاثة. حلوة. بدك تاخذها اثنين، يلا اقعد. يلا مهدي دورك. اقعد. ثبت رجلك هيك، تمام؟ جاهز؟ واحد اثنين يلا. خليها هيك، تمام؟ فاضي حظك.
يلا بدكم انتوا تفشوني. يلا شنو انت تفشين؟ الله يخرب بيتك. اترك العجانة ها، هم ما يلعبون معي مو انت. طلع هذا حظي، انا بدي اتفشك، انت برا اللعبة، انت بس عليش تجيبين افكار. بدي اصير ابكي مثل عبودة قد ما لي حظيني. دور عبودة تعال انزل. والله لا تذبحك العاد، لا تذبحك العاد، اقعد زين اقعد. قال جا حظيين على البسكوتات، قال بعد غاد. يما يما دوخ. ايوه ايوه تيك 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 تيك، ان شاء الله على المعجون. تيك 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 تيك. نعم ان شاء الله حظ، هذا ان شاء الله حظ. اقعد مهدي. واحد اثنين طول بالك طول بالك. لا يا بابا، هي تعالي تفشي تفضلي مشان ما تحججين. لانه انا هي بدها تتفش. لا انا هي هي انا عشان انا وزي فزت بدها ترجع تقتلني. افتل ببحيل معناها. يلا يخرب بيتك، بس طايريني يعني. شقد بعيدة عن الليمون رجلي. هاي هاي إذا هاي ثعلبة. هاي هاي الرجل. لا حبيبي تضحكون علي. عيد الفتلة، عيد الفتلة، عيد الفتلة، حطها. أنا أفتر رجلي. واحد اثنين. أنا ما أتحمل. مباشر تاكل. ما تحمل. بابا طيبة؟ طيبة. كثير طيبة. يلا داني. دورك. أبو بطل. يلا. واحد. حط رجلك زين، أيوة. اثنين. مو قوي. يلا. ان شاء الله يجي على معجون الحلاقه. بدي اعبي لك وجهك. منيح اعبي لك وجهك انت. ايه ايه شو الحضر عليك انت؟ صدري يلا بس هات ولا حط رجلك بعد غاد. ايوه واحد اثنين. دعي علي. انا 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 وين رايح؟ صيف العمى وين رايح؟ ما قعدت قدامك؟ وقف.
بدنا نشيل هاي لانه بخينا لك. لا لا ما تشيلها ما تشيلها لا بدنا نشيلها. عاد بخينا المهدي بس. أنا فرجيك عصير. خليها يلا خليها يا مجيد يلا يلا بابا. إذا طلعت الحظ إذا طلعت حق من حظي شو تسوي بي؟ شوف. يلا 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 واحد اثنين ثلاثة ثلاثة. بابا بابا طول بالك طول بالك عبيتني. لك لا مو حقيقي. لك ما تمخيت داقي عم بالارض. يا لا تعبي قميص بدك تعبي معنا. انا بعرف انا مع الطز قدامي. خذوني على المغسله. ايش بك؟ روح يمين 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 يسار خديني الصابون كويس. روح يمين يا عيدة جنتي يا باي الله يعين الميتوس الأعمى يلا شو قاعد يدو لا مو شوية فرجيك. أنا مش تعبان. أنا دور ماني؟ ها؟ دورك مو؟ دورك ولا دور مهدي؟ لا دور ولا دور مهدي؟ دوره؟ روح يلا روح 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 جاي روح اقعد على الكرسي. لازم أوقف عند الركن. ما أحط طبعا معجون. أحطه؟ لا. ليش؟ ليش على دور أنا حطيته؟ تمام ضل الليمون اسمع الليمون وهذا الشيبس المقرمش والمئة ليرة جاهز واحد اثنين يلا أني أشمر يوما ثلاثة يا سلام اقعد حط رجلك واحد ثلاثة لا ما وقفه كان يشم ما وقفه انت شايفه شو شايفني الله يموت الله يموت الله يموت لا وقف افتح فمك قربي لنا افتح افتح ليش مو عتروش انا هاي الفكره سويتها بس افتح بعد غد مهدي افتح افتح الليمون يلا جاهز واحد اثنين ثلاثة يلا دخل دخل اتركه عبودة اتركه يلا وقف دوري يا فاضي يا لي عني يا مليون كان وقعتي ولا كان وقعتي انت شوي لا تروحي روحي لعند امك يلا تقعين تقعين صارت تدعكلين مو لا خليها
يلا انا اخذت الحب. يلا وقفت قلبي قلت وقعت. يلا واحد اثنين ثلاثة. ايه مرة واحدة شو اللي عم تفتح؟ عرف عرف والله انت عندك البسكوتات احسن من ميمو. لاحق حاط اضرب. يلا روح اوك لواتش لازم. يلا مبروك مبروك على المعجون، مبروك على البسكوتة، وانت مبروك على المية، مبروك على المعجون. يعني ما ربحت شيء بس هالبسكوتة اختي شليتها بس. لا حق علوان يروح على الليمون، خلي يطلع في الليمون ما ربحت شيء بس البسكوت والمعجون. المعجون الحلاوه يا حق هذاك ايش قد يا قوم. انت ما طعميني؟ تعالي هنا تعالي يا ولد. المية راح تشتري لك هيك طعميني. شايفه انت هيك تجيبي لي افكار، ثاني مره تجيبي لي افكار وبس. استنى مرة تجيب لي هيك افكار وبس. خسرت 100، خسرتيني 100 ورحت وخليتيني اروح على اليوز بي اجيبها هذين البسكوتات. احضر راح اجيب دعوه من مدق وحده. خساره بخساره. ليه؟ حظي مو حلو. دانش اول فتله وقعت على البسكوتات قمتي قلتي لا انا بدي افتلك. فتلتيني ما ربح شيء. حظي مو حلو. لا حظي حلو بس انت اللي زغلين. انت قلت شو عملت كان خليها ليش؟ كل لعبة هاي ما عجبتني. عجبتك انت اللعبة؟ والله وانت عجبتني. طعميني ايش علي؟ هالحزانة اروح اشتري لي ومريوم اخذها بس سيارة معي ونروح نشتري ونجيب كل شيء بدنا اياه. فين يا مانا؟ عندك 100 ليرة روح اشتريها. يلا ماني روح خلي امك تاخذك على المحل. انا ما اقدر. سيدي بابا تعالي قلبي تعالي. والله عتصيح يا بابا. انت بدي اخذك الحاس اشتري لك اللي بدك اياه. مو اللي بدك اياه اشتري لك اياه. لحظة 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 منك. شوف بابا خذ. يلا خذيها خذ يلا. لسه ما تاكلين انت هذا يفطسك لا سمح الله. بابا لا لا ما بدها. تاكلين مصيصه؟ طعميها مصيصه؟ ليش؟ مو كويس؟ مو كويس الا الحلو؟ بابا ما بدي لحق لحق. تفتحتهم بدها والله تطلعين اضرب من معدي. وطبعا يا جماعه اتمنى يكون اعجابكم ونحبكم واعطونا رايكم باللعبه وفكرة معبود. انا ما عجبتني صراحة. انا عجبتني. انت عجبتك انا بلشت اكل وربحت. انا ما عجبتني لاني ما ربحت. بس المعجون الاسنان طخ بوجهي المعجون الحلاوة. مع السلامة.